بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب خويا في تونس مغروم بحاجتين على الخ، الكوره والطمخنيخ. راشد الغنوشي علاش اذكى بشر في الدنيا؟ خاطر جيل الحاجتين هذوما خويا والعب عليهم على الاخر على الاخر. بالعمل اللي انا جيت نفركس في السي في نتاعو نشوفه اسكو هو قبل ناشي تشيلسي ولا ريال مدريد. الراجل قوي ياسر في مخه في الكوره. الحكومه عملها كي الكوره، حكومه تيتولير نتاع علي العريض تكور خويا وكاس هذيك واحد ما تتبدلش، وتوا جاي على البنك وعمل ريكروتمون تاع حكومه بناكه جديده خويا على البنك، هي حكومه بن جمعه هذيا اهو كم تاع باش يدخلها في دقيقه 85 ولا دقيقه 87 تاع يدز بها البونتو تاع الترشح، ويرشح بها حركه النهضه تاع من هنا لقيم سيدنا عيسى تبدا مترشحه للكوبيت دو موند الكل. به هذيا الاولانيه تكي على جنب مهزله، هذيا تتحسب على الشعب التونسي. الثانيه اللي جيت نشوف في السي في نشوف الراجل شاف كويزينيه كبير نقاع على الاخر لعب على الطمخنيخ تاع التوانسه. هاي جي وسيد الشيخ قالوا له برج ولا نحب 1100 مليار نحبوا نعديهم ونصادقوا عليهم من غير ما يقلقنا الشعب. بجاه ربي عمل له هكايا فهمتني صحاين فايم بي هكايا ماكله جديده شبيبه يا خويا باش الشعب يتلاها ياكل يفنش ويسيبنا نعديو كل 1100 مليار. عمل لك ايه خويا؟ جبد داك المنيو غنوشي على كارت الريستورون اسمه، جبد داك المنيو خويا قال برجولين باش نطيب لهم ابو عياض. طيب لهم خويا ابو عياض، قامت الناس من غدويك الصباح وما عديو 1100 مليار دول فهمتني في الليل، قامت الناس من غدويك بتي ديجا ابو عياض، الفطور ابو عياض، العشاء ابو عياض، فنش تك التوانسه اللي مبيلت خويا فهمتني اللي هذا حلك السبت وحل السروال تكر قد قام من غدويك الصباح نسي 1100 مليار ونسي ابو عياض الزوز. باهي توا خويا كيف كيف يندرى فاش قاعدين نحبوا عاديهم قالوا له يا شيخنا بجا ربي فهمتني عدي عدي حكايه. يا اخي الشيخ عمل لك ايه؟ قال لك المره هذه خويا تو نقولوا للوز، اللوز هو فهمتني الراجل فك فيك يا تابع الفيك وكي قرمش الشعب التونسي يحب القرميش تو نضرب عليه. فوليت كله نام ونجي الرحوي، خرج اللوز قال لك تاك تاك ونجي الرحوي ودرى شنو، ولا الشعب الكل صبح كله نام ونجي الرحوي. هاي خويا قامت وقعدت البلاد على خاطر بلاد غرقة في العنكوش والناس في عوض كلنا تونس كلنا منجي الرحمي، ونحنا عن قريب شنو اليوم؟ مش كلنا منجي الرحمي، شنو اليوم؟ كلنا شحاتين، كلنا فقارة، كلنا ميتين بالشر، كلنا ممكن غارقين في دمياتنا ممكن الرهاب اللي نجم يصير لهنا في تونس. يا شعب فيق على روحك، كنتوا كلكم شكري بالعيد وشكري بالعيد ماتوا توا تخذي حقه، كنتوا كلكم محمد البرامي الله يرحمه محمد البرامي تقتل كيف كيف وتوا تخذي حقه، معناها كملوا على الاقل كلكم واحد هكايا كملوا كلكم شكري وخذوا له حقه، كملوا كلكم برامي على قيله خذوا انتوما كلنا كلنا وماشيين نار طيب لكم السيد وانتوما نتيحوا هكايا كنا مع بعضنا في الفخ. ماهوش باش تتصلح، هاكم ريتو كنا كلنا شكري وتقتل في جرته البرامي. لازم نكونوا كلنا محاسبة، كلنا تونس، كلنا يد واحدة على خاطر تونس، وكلنا لتصحيح المسار. ماهوش باش تتصلح الدنيا كي باش نقعدوا باقي في هالزعامة تيا ونتبعوا في الأشخاص وفي الأحزاب، كلنا منجي وكلنا علي وكلنا زيد وكله عمرو. لازم نكونوا كلنا تونس، إذا نصلحوا تونس تو يتحمي منجي الرحوي أبا عن جد. لي جينيراسيون الرحوي كلهم يتحميو، اما كيف تشدوا الرحوي وحده نهار كله وبعد تشدوا ذي كل واحد نار تبعوا في حد، تبعوا بلادكم يا اخي، تبعوا راية الوطن ذي، فيقوا على رواحنا يزيو بالحق. بديتها بفوكيه ممكن من الاول مي سي سي حاجه كالضحك اللي مغطي في جرته كله حزن وكله هم وكله حرق على خاطر البلاد اللي قاعده تضيع ما بين يدينا. يزيونا من دات 14 جانفي ومع الرمزيات نتاع الاشخاص ورمزيات نتاع ليدات، كي نحبوا نعملوا حاجه نخرجوا نعملوها توا يا اخي. يا اخي خلي تتقلب الحكومه بمعارضتها وبعلي وبزيد وعمرو كل. يا اخي الناس وين؟ قولوا ثم مليون بطال، تي وينهم المليون بطال؟ هما ثم حد في الشارع. وينهم الفقراء؟ وين الناس اللي تحب تخرج؟ وين الناس اللي معارضه الحكومه تدخل فيسبوك تقول يدي كان يخرجوا منهم 10% تاع الحكومه تطيح في نارتها. فيسبوك كله ماهوش راضي على الحكومه، ماهوش راضي على المعارضه، الناس كلها جويعة، الناس كلها فقراء، تخرج للشارع تلقى الناس ما ثم حتى شيء، تلقى الناس كلها عايشه والناس كلها بس عليها. يا اخي خذوا لنا قرار يا خويا، خذوا لنا قرار. الروح هذيا في دين الوطن هذيا ما خذوا لنا قرار، مش واحد يبدا يحرق في دمه مش مزيف. مش انا وحدي 6000 مليون عبد، مش واحد يبدا يحرق في دمه وانتم راضيين بالوضع هذايا. تحب تتحرك اعطيو ناسيني خويا تو نتحركوا نحنا في بلاصتكم، ما كي نتحركوا على الاقل لازم كود بوس صغير هكا يا اخي. ماشي رانا راهو الناظر قاعده تسطر في الدستور هذايا مخلين الحكومه تاع العريض التولى خرج باش في الاخر يصحح هو على الدستور. الدستور هذايا اللي باش يعملوه هو سي لو فروي اللي حركه الناظر قاعده على خاطر هذايا الكل.
شبيكم يا اخي، اذا في الاخر يتصدق على الدستور هذا يمسح مات يا ولدي، يمسح مات. كان 14 جانفي وانا عليه وانا زايد وانا عم نفيقوا على رواحنا، كان باش نخرج اخويا نسقطوا حكومه معارضه، فنحن لا اخويا مهما كان الثمن، قسما بالله كان الثمن روح، الروح اللي اغلى ما اعطاه الانسان ربي سبحانه في الدنيا. وكان خويا باش تقعدوا تتبعونا كل مره في كلنا عليه وكلنا زايد والحكايات الفارغه هذه، يقولون خويا خلي واحد يرجع يعيش حياته. السلام عليكم.